السلام عليكم. في هذا الفيديو سأتحدث لكم عن مشكلة ستظهر قريبا في اليوتيوب. هذه المشكلة هي إقصاء القناة من تحقيق الربح في اليوتيوب. ففي هذا الفيديو إن شاء الله سأتحدث لكم عن أسباب هذه المشكلة وما هي الحلول لإنقاذ قناتنا من هذا المشكل. فقبل بداية الفيديو أدعوك لدعم هذا الفيديو ذلك بالنقر فقط على زر الإعجاب، وإن كان لديك أي استفسار أو أي سؤال فاطرحه في التعليقات أسفل هذا الفيديو على بركة الله. أولا، وكما لاحظ الجميع أن جوجل بدأت في حذف الحسابات الغير صالحة للاستعمال أو الحسابات الوهمية، فالكثير جدا من الأشخاص وجدوا أن قنواتهم غلقت وحساباتهم أيضا في جوجل قد تم إغلاقها، وبالتالي هذا المشكل هو السبب في يعني عودة القناة من جديد وإقصاؤها من تحقيق الربح. فالكثير جدا من القنوات حققوا شرط 1000 مشترك وذلك من خلال تبادل المشتركين، فمن هنا سيأتي هذا المشكل الذي هو مشكل إقصاء القناة من تحقيق الربح وعودتها من جديد، لأن اليوتيوب ستطلب منك يعني تحقيق شرط 1000 مشترك وذلك بسبب انخفاض المشتركين. فمثلا أنت ستكون قد حققت يعني 1000 مشترك وذلك من خلال تبادل الاشتراكات، فتبادل الاشتراكات معظم الأشخاص الذين يتبادلون معك معظمهم يستعملون حسابات وهمية، وهذا شيء طبيعي جدا ومعروف عند الجميع لتسهيل عمليات تبادل الاشتراك ويعني يعني سريع يعني تحقيق هذا الشرط. فبكل بساطة جوجل ستحذف تلك الاشتراكات أو تلك الحسابات، وبالتالي المشتركين سينخفضوا عندك بشكل يعني غير مسبوق له، يعني ستنقص لديك 1000 مشترك أو 600 أو 400 أو 300 حسب المشتركين الوهميين الموجودين عندك في القناة، وبالتالي أنت ستكون قد حققت شروط يعني شروط تحقيق الربح هي 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة، وال1000 مشترك ستنخفض واليوتيوب ستقوم برفض قناتك من تحقيق الربح لأنها لم تستوفي شروط يعني الانضمام إلى برنامج شركاء أو باختصار إلى الانضمام إلى تحقيق الربح من اليوتيوب. فبالتالي هذا هو المشكل الذي سيحدث قريبا إن شاء الله، وإن شاء الله سيكون خير. فيعني حلول هذا المشكل، طبعا أنتم تعلمون أن جوجل ستحذف الحسابات الوهمية ولا يمكن استعادتها، وبالتالي هذا المشكل ليس له حل. وإلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع.